اليوم الكاراتيه الجزائري يفقد أحد من بطلات الواعدات للكاراتيه الجزائري، بطلة أسغيد وسام رحمه الله التي تنتمي إلى نادي الشباب الرياضي لباب حسن. فاجعة حقيقة حطت كالصاعقة على عائلة الكاراتيه، لكن بقلوب مؤمنة وبقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى أتقدم باسمي ونيابة عن المكتب التنفيذي وكل أسرة الكاراتيه بأحر التعازي القلبية لعائلة البطلة، وندعو الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان. عظم الله أجرنا جميعا، ولله ما أعطى ولله ما أخذ. نسأل الله أن يرحمه، أن يرحمها برحمته الواسعة، وأن يجعلها من أهل الجنة ومن طيور الجنة إن شاء الله، وأن يرزق ذويها جميل الصبر والسلوان.